السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذا دائما كما عودتكم في السلسلة الرمضانية افتح قلبك للقرآن الكريم في رمضان. إذا اليوم إن شاء الله اليوم 27 من رمضان المبارك اللي كنتمنى أنه يكون دايز لكم بخير وعلى خير، عواشركم مبروكة، وإن شاء الله هذه الأيام تكون مباركة ومغفرة الذنوب إن شاء الله. إذا اليوم غادي نقرأ معكم الثمن الأول من الحزب 27 من سورة الحجر. مرحبا بكم وبسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن المبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وحفظناها من كل شيطان رجيم، إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، وبلغ رسوله المولى الكريم. هذه كانت قراءتي للثمن الأول من الحزب 27 من سورة الحجر من القرآن الكريم. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.